السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعين الكرام في قناتكم قناة إجراكتيدي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. الحقيقة أعزائي المشاهدين هنالك أخبار قوية جدا وتطورات في غاية الأهمية، كما ترون ما يقوله هذا الخبر المنقول من موقع الدفاع العربي المختص في الشؤون العسكرية وسوق السلاح في العالم العربي، يتحدث عن الجزائر ويكتب مقالة في غاية الأهمية بعنوان الجيش الجزائري يتوغل بعمق 70 كيلومترا داخل التراب الليبي بغطاء جوي. مصادر صحفية، يعني الآن لدينا الآن تفاصيل جديدة أن الجزائر تبدأ في عملية عسكرية كبيرة جدا في ليبيا. الأمر يتعلق بالحدود الجزائرية وفي منطقة غدامس الليبية المتواجدة عند الحدود الجزائرية، مما يستدعي تدخلا سريع ومكثف للقوات الجوية الجزائرية. وقامت الجزائر بإرسال طائرات حربية متطورة للغاية من النوعي سوخويسو 34 وسوخويسو 30 MKA. واللافت في النظر في هذا الموضوع أن هنالك أطراف دولية كثيرة ومنها ألمانيا وفرنسا متنازعة داخل ليبيا، وهنالك دول أوروبية كثيرة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وأيضا هنالك روسيا وأمريكا والإمارات، ويعني الأمور بالفعل معقدة بشكل كبير في ليبيا. الجزائر تتدخل بطائراتها الحربية حسب هذه المقالة والعديد من المواقع الأخرى، وتتحدث تقول القوات الجوية الجزائرية تتوغل لمسافة 70 كيلومترا داخل الأراضي الليبية. السؤال المهم الآن، ما سبب إرسال الجزائر لطائراتها الحربية إلى ليبيا وأمرها بالدخول هناك؟ وما هي المهام الموكلة أو المطلوبة للقوات الجوية الجزائرية في هذه المرحلة الحرجة؟ أسئلة كثيرة جدا ويجب علينا أن نعرفها بعد قليل لمزيد من التفاصيل. أيضا متابعين الكرام، فيما يخص بمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، هنالك تقرير يكشف تفاصيل جديدة وخبر جديد يقول قيمته تفوق 100 مليون يورو. الجزائر تسترجع رسميا فندق حداد ببرشلونة. يعني كما نعلم جميعا، حداد رجل الأعمال السابق في حكومة الرئيس السابق للجزائر عبد العزيز بوتفليقة، واستولى على أموال بالمليارات من الدولارات. وعلي حداد متورط في قضايا فساد كبيرة جدا، من بين الفساد المعروف عنه أنه يمتلك عقارات وفنادق فخمة جدا في إسبانيا تقدر قيمتها بالملايين من الدولارات الأمريكية. وكان الرئيس تبون قد وعد في وقت سابق باسترجاع الأموال المهربة والمنهوبة إلى الخارج، وبالفعل بدأت السلطات الجزائرية في التحرك وتعطي تعليمات صارمة جدا باسترجاع الأموال المنهوبة. والجزائر نجحت وفعلتها اليوم في استرجاع ممتلكة تم تبييضها على شكل فنادق في إسبانيا والعديد من الدول الأوروبية بقيمة 100 مليون يورو، وكانت مملوكة لعلي حداد سابقا. وبعد قليل سأكشف لكم متابعين الكرام كامل التفاصيل حول هذا الموضوع المهم. أيضا في الأخبار العالمية هنالك أخبار خطيرة جدا تتحدث عن انتشار وباء جدري القرادة، وبالفعل تم تصوير بالفيديوهات حالات الإصابة تم تسجيلها في بريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأوروبية، وهذا الأمر خطير جدا. وبعد قليل سنشاهد مع بعض لقطات لأناس أصيبوا بهذا المرض الخبيث أو الوباء الخطير. كانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم هذا. أتمنى منكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية حتى لا تفوتكم أي معلومة مهمة، ومن فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم. يقول التفاصيل متابعين الكرام، تقول التفاصيل ما زالت الجزائر ماضية في عملية تعاقب واسترجاع الأموال المنهوبة خلال فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وقد تمكنت الجزائر رسميا من استرجاع فندق رجل الأعمال المسجون علي حداد في برشلونة بإسبانيا الذي اشتراه قبل 10 سنوات ب 54 مليون يورو، ويفوق سعره الآن 100 مليون يورو. يعني متابعين الكرام، قبل سنوات من الآن كان يقدر سعره ب 54 مليون يورو، أما الآن فارتفع سعره إلى 100 مليون يورو. أيضا متابعين الكرام، تقول التفاصيل الأخبار
وجاء إعلان استرجاع الفندق في مداخلة للمترشح الحر عبد المجيد خلال حصة التعبير المباشر عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية في إطار اليوم الأول من تنشيط الحملة الانتخابية تحسبا لرئاسية 7 سبتمبر المقبل. وأكد المترشح تبون أن الدولة استرجعت ممتلكات التي أنجزت بالقروض المنهوبة ومنها فندق في برشلونة، ومن المعروف أن هذا الفندق ملك لرجل الأعمال المسجون علي حداد. وأشار المترشح الحر إلى حصيلة عودته الرئاسية الأولى على رأسها استرجاع الأموال الشعب المنهوبة عن طريق تحرير ما يقارب من 285 إنابة قضائية عبر 32 دولة، وهي الإنابات التي مست 755 حسابا بنكيا. وفي سنة 2022 أمر الرئيس عبد المجيد تبون باسترجاع وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة كآلية جديدة تكون تحت وصايتي وزارتي المالية والعدل. هذا متابعين الكرام فيما يخص بآخر الأخبار والتطورات والمستجدات المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج. أما في خبر آخر متابعين الكرام، دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر ونشاهد التطورات الخطيرة جدا لهذا الوباء والمرض المنتشر بشكل كبير الآن في العالم، حيث أن هنالك تم تسجيل حالة في بريطانيا لهذا الوباء جدري القردة، حيث أن هنالك في بريطانيا غالبا هذا أول مريض بجدري القردة بمستشفى في بريطانيا فقط من عدة ساعات يحكي معاناته من الألم وعزله في غرفة بمفرده، ولا أحد يريد أن يحضر له الماء، وحتى الطبيب عندما يأتي له يكون مرعوبا منه. يا جماعة، ربنا هو الحافظ، ولكن الوقاية مهمة، وخصوصا أنهم حذروا من سرعة انتقاله للأطفال وصغار السن. دعونا نشاهد هذه الحالة الغريبة متابعينا الكرام، وبعدها سنعرف تفاصيل أكثر حول كيف ينتقل هذا الوباء وكيفية الوقاية منه والأعراض التي تظهر على جسم الإنسان إذا أصيب بهذا الوباء الخبيث. Yo guys, I've just been admitted into the hospital and look at my skin. I think I've got this new monkeypox that's come to the UK and I am not gonna lie to you, it is flipping painful. Like, I can't move my leg. I've literally just been like locked in this room, you know. They've just left me here, like, I want some water and like, no one's coming to give me it. And bro, every time a doctor walks in, they are just scared to come near me, like, they are scared. I'm in so much flipping pain. أعزائي المشاهدين، لمزيد من التفاصيل حول هذا الفيروس حالة الطوارئ في العالم بسبب جدري القردة، تعرفوا على هذا المتحور الجديد وعن أهم أعراضه كما ستشاهدون في هذا الفيديو. أما في خبر آخر متابعين الكرام، وبخصوص آخر التحركات للجزائر في مجلس الأمن، هنالك يريدون من المجلس أن يظل على ما هو عليه بمجرد رزنامة وحاسوب إحصائي لما يجري في العالم الملحط هذا. في كلمات تعد على الأصابع واضحة وضوح الشمس، صريحة وبليغة ولا يمكن اجتنابها، عمار بن جامع ممثل الجزائر والدبلوماسي الفذ الجزائري بقوة هو من يسأله وهو من يجيب عندما يكون الذي يقابله مجرد تلاميذ، كما ستشاهدون متابعين الكرام الكلمات القوية جدا التي وجهها مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع البارحة. Is it going to be yet another ineffective, vain and hopeless
meeting of the Security Council? Are we going to count and count the number of deaths in Gaza? The answer is simple. This is neither what the Council is designed for, nor what the international community expects from us. More importantly, this is not how the Council should address the Palestinians' plea, the Palestinians' quest for justice, the Palestinian right to exist. أما في خبر آخر متابعين الكرام في المجال الفلاحي والزراعي هنالك أخبار جيدة جدا. من المتوقع أن تساهم الأمطار التي شهدتها ولاية بسكرة نهاية الأسبوع في التقليل من انتشار عنكبوت الغبار المضر للتمور، لأنها تقوم بغسل النخيل وتخليصها من هذه الحشرات. الحمد لله على نعمة الأمطار، اللهم انفع بها البلاد والعباد. دائما متابعين الكرام في المجال الفلاحي، هنالك في السودان تحدث كارثة بسبب الحرب الأهلية المنتشرة هناك بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. هنالك نحو نصف مليون طن من محصول المانجو في السودان لا يجد من يشتريه، ويتم تقديمه علفا للمواشي كما تشاهدون في هذه الصور. أيضا متابعين الكرام، بخصوص المنتوجات والسلع الجزائرية التي تشهد طفرة كبيرة جدا وانتعاش كبير، هنالك 28 كيلوغرام من عجينة الجزائر المصنوعة في فرنسا طبيعية في بنسبة 100% وبدون مبيدات للحشرات، كما ستشاهدون وتسمعون ما سيقوله المستثمر المغترب الجزائري في فرنسا. Qu'elle est là, vous savez pourquoi on est là? Regardez, regardez ce que vous dites, regardez ce que merveille. On tient nos engagements. Notre objectif, c'est de ramener des produits de qualité, de haute qualité d'Algérie et de pouvoir quoi? Les importer, les exporter sur tout le continent européen. Mais premièrement, on va donner quoi pour toute la France? Parce qu'il y a une grande demande. Alors on va vous faire goûter et regardez bien. On rigole pas ce coup-ci. Hein. C'est du basse bouquin. Je retiens pas mieux. Regardez. Même à Rungis, en 30 ans, maximum le melon, la pastèque a fait dans les allez, 10, 15, 16 kilos. Elle est à 28 kilos. Regardez bien. 28 kilos la pastèque. Regardez-moi. Regardez la pastèque en ligne. 28 kilos. Hey, c'est du miel. C'est du nectar d'Algérie. C'est du sucre d'Algérie. C'est du miel. Du nectar. Le meilleur nectar au monde. في خبر آخر متابعين الكرام، هنالك مناظر رائعة جدا وخيرات تبارك الله من الأمطار في الجنوب الجزائري، هنالك في وادي مدينة جانيت كما تشاهدون في هذا الفيديو. أما في خبر آخر متابعين الكرام، هنالك خبراء يفضحون واقع قمعي الحرية في المغرب خلال 25 سنة من حكم الدكتاتور المعتوه محمد السادس، وحالة النرفزة والتخبط والفضائح التي يعيشها النظام المغربي، كما ستشاهدون ما تقول هذه الصحيفة أو هذه القناة الإسبانية حول الفضائح للنظام المغربي الدكتاتوري ضد شعبه. Mohamed VI, el rey de Marruecos, cumplió hace escasas semanas un cuarto de siglo en el trono, ni más ni menos que 25 años. Y para celebrarlo, el rey llevó a cabo. أيضا متابعين الكرام، هنالك استعدادا لتوجيه ضربة محتملة لإيران. هنالك القوات الجوية الإسرائيلية أجرت رفقة نظيرتها الأمريكية مناورات مشتركة للتزود بالوقود، حيث صرح الجيش الإسرائيلي في بيان أن التدريب يحاكي رحلة طويلة المدى في عمق الأراضي العدو، مع إعادة التزود بالوقود في الجو عدة مرات خلال فترات زمنية قصيرة، وشاركت فيها إحدى الطائرات التزود بالوقود الإسرائيلية من طراز بوينغ 707 وعدة طائرات مقاتلة من طراز F-35 و F-15. أما في خبر آخر هذا المتابعين الكرام، هذا الحدث يحدث في كندا، أدى كسر كبير في خط المياه الرئيسي في جنوب وسط مونتريال بالقرب من جسر جاك كارتي إلى فيضانات في منطقة صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في اضطرابات كبيرة خلال ساعة الذروة في كندا. أيضا متابعين الكرام، هنالك الشعب المصري يعاني بشكل كبير وبسبب ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعهدة أخرى. هنالك الشعب المصري يعاني من الفقر، كارثة ومأساة
كاشفة ومحسنة في عهد السيسي، سيدة مصرية بدرجة وكيلة وزارة على المعاش تبيع مناديل ورقية في شوارع لفقرها ولسوء الأحوال المعيشية في مصر. ماذا فعلت الكباري والبرج الأيقوني والقصر الرئاسي الفاخري لها؟ وكيلة وزارة على المعاش بتبيع مناديل، وبطاقتي بتقول كده، وكيلة وزارة على المعاش بتبيع مناديل. طلعي بقى بطاقتك، طلعي بطاقتك. وكيلة مدرسة على درجة وكيلة وزارة ببيع مناديل. فين المناديل؟ ده ولا مهم قلب الوش وضهر؟ اه اشمعنى وظيفة؟ طيب معلم خبير أكبر درجة علمية في البلد. المعاش يكسب. المتابعين الكرام، دعونا نتكلم عن أن هنالك الجيش الجزائري يتوغل بعمق 70 كيلومترا داخل التراب الليبي بغطاء جوي. هنالك موقع الدفاع العربي 16 أغسطس عام 2024 يقول أن هنالك توغل الجيش الجزائري لمسافة ما بين 50 إلى 70 كيلومترا داخل العمق التراب الليبي قرب غدامس، قصد منع تقدم القوات المسلحة الليبية نحو الحدود الدولية غير المرسمة لحد الساعة بين البلدين والممتدة على مسافة 100 كيلومتر. الجدير بالذكر أن المنطقة غنية جدا بالنفط، وتقول هذه الصفحات انتشار الوحدات العسكرية الجزائرية على طول الخط الحدودي مع ليبيا، وعن باين عن رسم سلاح جوي جزائري 30 كيلومترا المنطقة الآمنة داخل التراب الليبي مثل ما فعل السيسي مع سرت. وأكدت مصادر داخل القوات حفتر لوكالة نوفا أن الهدف من هذه التحركات هو فرض طوق عسكري على غرب ليبيا والسيطرة على مناطق مثل غدامس والحدود مع الجزائر، بما في ذلك معبر الدبدب الليبي الجزائري والمعبر الليبي التونسي. وبحسب المصادر فإن الانتشار غير المسبوق يستهدف أيضا مناطق الحمادة الحمراء وزنطان والمنطقة جبل الغربي للوصول إلى سيف الإسلام القذافي. وبهذا نكون أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وسألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.